إن شاء الله يا جماعة النهاردة عايز أتكلم في موضوع بعيد عن الصيد، بس إن شاء الله هيكون فيه فايدة والناس كلها هتستفيد منه. ألا وهو إيه؟ وأنا بقلب على الفيس لاحظت في ناس بتتكلم على موضوع الأزايز الفاضية والكنز الفاضي. كنزاية بعد ما تشربها، في ناس بتتكلم إن أنت إيه؟ ما ترميهاش. كيلو الكنز ده ب 25 جنيه، يقول لك حوشه وحوش ازايز الميه الفاضيه ومكوم عنده في البلكونه شويه قد كده، والكيلو قد كده والطن قد كده. لا، ده مش هيفرق معانا في حاجه، لكن دي هتفرق مع مين؟ مع الغلبان اللي بيلمه من الشارع. ده بيقعد يلف على 2 كيلو 3 كيلو، فاضل اخر يوم يروح له ب 100 كيلو. سؤال حبيبي، تمام؟ فده انا ما لموش، بسيبه للغلبان اللي بيمشي بيلف في الشارع. ليه؟ ده فاتح بيته من دي. تعالى كده يا حبيبي سؤال معايا يا جماعه. فدي انا وانت مش هتفرق معانا في حاجه. الدنيا صعبه وكل حاجه، بس معلش انا يوم ما هلم قد كيلو اقعد فيه قد ايه؟ فدي انا سيبها للغلبان اللي بيلم من الشارع. الغلبان اللي بيلم في الشارع لو ما لقاش دي ممكن يسرق، ممكن ينط على بيتك يسرقه. ما هو ولا معاه صنعه ولا بيشتغل في شركه ولا بيجي له حاجه اخر الشهر، دي اكل عيشه. فبلاش نفتي ونحكي في حاجات، يعني حاجات اقول ايه، بس ربنا يهدي. فديت استحضر النيه كده وانت بترميها ان هي صدقه جاريه، صدقه. دي مثلا عامله لها نص جنيه على الميزان 75 قرش، فدي حطها تحت بند ان انا راميها صدقه. هيجي واحد هيشيلها. بالنسبه لاخواتنا الصيادين اللي بيجي يصطاد وراجع راميها في الميه او راميها في البحر، لا، شيلها معاك معلش، على اي جبت زباله كده على جنب ارميها، واستحضر النيه وانت بترميها ان حد هيشيلها هيستفيد منها هيبيعها. او مثلا وانت شايلها لقيت حد بينام خدها اديها له، قول له الله يوسع عليك. استحضر النيه، هتؤجر حاجة هايفة، بس لو استحضرت النية ربنا هيكرمك وفيها خير. ومن باب الصدقة مش هتدفع فيها فلوس. وصلت الرسالة يا جماعة؟ أي حد بتلاقيه بيتكلم في القصة دي فهمه عشان إحنا نفهم. دي مش هتغنيني أنا في حاجة لما أبيع كيلو ولا 2 كيلو. لكن الغلبان اللي بيلف في الشارع لو ما لقاهاش السرقة هتزيد ومشاكل ياما هتزيد. فدي بتاعت الغلبان، فكفايه اللي الغلبان فيه. انا حبيت اوصل الرساله، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.